ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ميار عماد من فيديو جديد وفكره جديده. وفيديو النهارده مختلف خالص. هنتكلم ازاي نحارب الحبوب وازاي نخلي بشرتنا صافيه، وايه هو السكين كير بتاعي او الروتين بتاعي. اول حاجه ازاي نحارب الحبوب. طول ما انت نفسيتك مش تمام، خليكي واثقه ان الحبوب مش هتخلص. اهم عامل في الحبوب والهالات ان انت تكوني كويسه، تكوني حاسه ان انت كويسه، مش تعبانه نفسيا او جسميا، شغل، الحاجات دي كلها لازم تكوني كويسه عشان ما يبقاش عندك حبوب. يعني ما عنديش حبوب، اول ما بزعل بلاقي الحبوب كترت في وشي وطلعت، اذا كانت الحبوب الصغيره او الحبوب دي. اعمل ايه بقى لو طلعت لي حبايه؟ خلاص اتحطت في الامر الواقع، اعمل ايه؟ اول حاجه انا برشح جدا ان انت تستخدمي سكراب القهوه، وده كنت منزلاه وحطيت كل اللينك بتاعه في الديسكربشن. سكراب القهوه ده، القهوه اصلا مفيده للوش، بس هو قهوه وعسل وسكر، فالعسل بيرطب، والقهوه ليها فيتامينات وعوامل كتير كنت شرحها في الفيديو ده، فمستحيل افتكر ده كله. انها من اهم العوامل بتاعتها انها بتقضي على الحبوب وبتشيل اثر الحبوب. طب انا دلوقتي مش عايزه استخدم ماسك، مش قادره ان انا اعمل ماسك وكده، فعايزه استخدم منتج. فانا معايا منتجين كويسين جدا. البيكنج باودر ليه عامل اساسي كبير جدا انه يقضي على الحبوب ويخلي البشره نظيفه او نضره، او يخلي يفتح كتر استخدامه غلط. وبعد ما تستخدمي اي حاجه من حاجات البيكنج باودر لازم ترطبي، لان البيكنج باودر بينشف البشره. فانا عندي الغسول والماسك العادي بستخدمه. الغسول بستخدمه كغسول ومزيل ميك اب، بنزلش بيه الصبح لانه بيساعد ان الشمس تتفاعل في وشك، فهتلاقي وشك بقى زي مجالك ضربة شمس. والماسك ده بستخدمه مره في الاسبوع، هو كماسك عادي بستخدمه كروتين عادي، انه بيفتح وبيخلي البشره ناعمه وفيها الحاجات الجميله دي كلها. فدي البرودكت اللي ممكن تساعدك ان انت في نفس الوقت تحصلي على بشرة. الغسول ده لو الغطاء بتاعه لبني فهو مش الاصلي، لازم يكون الغطاء بتاعه شفاف عشان نعرف ان ده الاصلي، ويبقى مكتوب عليه بالصيني، مش عارفه هيبان ولا لا، مكتوب شويه صغيرين جدا بالانجلش، يعني هو صيني وانجلش مكتوب عليه بالعربي، فكده نعرف ان ده تمام. ايه الحاجات التانية اللي بستخدم؟ كروتين عادي مش كأزالة حبوب، بستخدم مؤشر ستاركي لو انا مش قادرة ان انا اقوم اعمل سكراب او مؤشر، فبستخدم مؤشر ستاركي، هو خزان شوية بس عادي، بالخيار لما بحس ان انا عايزة اعمل لوشي سكراب وكده، وفي نفس الوقت مش قادرة اقوم اعمل سكر وقهوة وعسل او نشا او السكرابات كتير، مش قادرة اقوم. فانا عندي منتج او برودكت يخليني ان انا عندي مؤشر طبيعي. طيب تمام. طيب انا دلوقتي بعمل ايه روتين انا بخلي بشرتي صافيه؟ انا بعمل روتين اسبوعي مش يومي، كل يوم جمعه او اربع اشمعنى ما اعرفش، هو يا اما جمعه يا اما اربع، بقوم بشقلب وشي، بعمل سكراب القهوه ده منتظم عليه جدا، بعمل ماسك شاي اخضر، وعندي الكبسولات بحطها في لبن وميه ورد وعسل، احطها بس بعد ما اخلص ده كله. بستخدم الماسك بتاع البيكنج باودر، وبستخدم المؤشر بتاع ستاركي، وبستخدم في العادي اللي هو اليومي غسول جارنيه وجارنيه بتاع التفتيح، بستخدمهم يوميا، بس بتاع التفتيح ده مش يومي قوي عشان بنسى، فانا بستخدم دول شبه يوميا. مش هقول يعني ساعات ببقى صاحيه من النوم عايزه اهتم بوشي شويه فبروح مستخدماهم، بستخدم المؤشر الاول بعدين جارني. طيب دلوقتي لو انا بشرتي دهنيه استخدم السكراب او الماسك كم مره في الاسبوع؟ لو انت بشرتك دهنيه، يعني تحت الدهنيه دي 100 خط، لو انت بشرتك دهنيه يبقى مرتين في الاسبوع. اي نوع بشره تاني يكون مره واحده. طيب تمام. هتكلم بقى عن مية الورد. مية الورد ليها عامل كبير جدا في ان انت ترطبي بشرتك. انا عارفه ان حلقه النهارده هتكون رغي، بس حقيقي استفاد الناس كتير جدا، لان النهارده جالي 400 كومنت ازاي اخلي بشرتي صافيه. هتشوفوا. فكان السؤال صدمه، اللي هو انتوا كلكم بتدوروا على ده ازاي؟
ففي ناس بقى انا ما بحبش استخدم المنتجات اللي فيها مواد كيميائيه زي العلاج. احنا عشان نعالج بشرتنا مش هنضرها على المدى البعيد، ان اي مرهم او علاج او ايا كان ليه اضرار. فانت تحطي مرهم على وشك تعرفيش بعد ما الحبوب تروح ايه اللي هيحصل. يعني في برودكت في الصيدليه لازاله الحبوب، بعد ما الحبايه بتروح بتلاقي وشك قشر. فانا خرجت من مشكله دخلت في مشكله تانية، فليه ادخل في الدوامه دي؟ انا ممكن استخدم حاجات طبيعيه جدا ما تعملش في وشي ده كله. عارفه ان فيديو النهارده ممكن يكون رغي وسريع في نفس الوقت، ان انا برغي 5 دقايق ونص أو 6 دقايق. فاتمنى تكونوا استفدتوا فعلا من فيديو النهارده. انا منزلاه ككلام اني بشرح لكم ازاي اخلي بشرتي صافيه، بعدين بقى هعمل زي سلسله اللي هو حلقات للفيديو ازاي اخلي بشرتي صافيه بالمعنى العميق بقى. فاشوفكم في فيديو جديد وفكره جديده، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الرغي بتاع النهارده. وباي باي.